هذه الوصفة برعاية زيت زيتون سيرجيلا الكيك اليوناني بزيت الزيتون الأدوات اللازمة قالب كيك ذو أنبوب في الوسط تكفي عشر أشخاص المقادير 500 جرام أو كوبان ونصف سكر 350 جرام أو كوبان ونصف طحين نصف ملعقة صغيرة ملح ملعقة طعام بيكنج باودر 250 ملي أو كوب زيت زيتون سيرجيلا بكر ممتاز 180 ميلي أو ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال ملعقتا طعام لبن رائب يوناني أربع بيضات ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا برش قشر ليمونة ملعقتا طعام سكر بودرة للتزيين طريقة التحضير ندهن قالب الكيك بالقليل من زيت النباتي ونسخن الفرن لدرجة 170 مئوية في وعاء نضع السكر والطحين والملح والبيكنج باودر ونحرك لنخلطهم نضيف زيت زيتون سرجلة وعصير البرتقال واللبن والبيض وخلاصة الفانيلا وبرش الليمون ثم نخفق حتى تختلط المكونات جيدا نسكب خليط الكيك في القالب ونخبزه في الفرن المسخن مسبقا لمدة 40 إلى 50 دقيقة نترك الكيك ليبرد في القالب ثم نخرجه ونرش فوقه بعض سكر البودرة للتزيين لمزيد من الوصفات زوروا موقع www.basmati.com